أكثر شيء افتقدته الوالدة والوالد، للأسف إن ما أقدر لا أسلم عليهم ولا شيء. ابتعدت عنهم مدة 3 أشهر، ما كنت أشوفهم ولا كنت أشوف أمي ولا أبوي ولا أهلي، فهاي كان وايد يأثر علي. ما يعني أرجع البيت بروحي. الواحد متعود يقعد الصبح يبوس إيد أمه يبوس رأس أبوه، هاي الشغلات نفتقدها. في النهاية الحظنا اللي حصلتها ومحصلنها من 4 شهور. شكراً شكراً لكم، ما قصرتون. أفتخر أن أنا أكون في الصفوف الأمامية، والحين يوم تحضني الوالدة كلي يعطيك العافية، وإحنا نفتخر فيك أن تكون كنت في الصفوف الأمامية. فاجأتوني أحلى مفاجأة، ما حسيت كلش أنهم كانوا بيكونون موجودين هني. ما توقعت كلش. أحلى شعور أني أشوفهم، أني أقدر أني ألمهم مثل قبل. أنا من زمان ما شفتها، هي يعني أول ما أدش البيت راحت فوق، ما نشوفها بلن هي في الشغل تشتغل على اللابتوب، بس ذي المرة اللي لميتها كنت سعيدة يعني. ما أدري صراحة، حتى جسمي قاعد يرتجف. مفاجأة وايد حلوة صراحة. مفاجأة يعني فعلاً حلوة. I haven't been this happy my whole life. I was very, very happy.